الساعة الأخيرة من التلفزيون العربي وفيها ليبيا حرب مستعرة، قوات الوفاق تعزز انتصاراتها بتدمير المزيد من منظومات الدفاع الروسية، فهل تحسم طرابلس معركتها ضد حفتر؟ فلسطين تنتفض ضد الضم، عباس يعلن أنه في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل وأمريكا، وردود فعل دولية مؤازرة للقضية، فهل يرجح العالم كفة الفلسطينيين؟ وفي موضوعنا المغربي، فيروس كورونا يلقي بظلال قاتمة على العام الدراسي في منطقة المغرب العربي. وفي جولتنا على مواقع التواصل، تنمر بسبب فيروس كورونا، صرخة أطلقتها أسرة مصرية، فكيف علق الناشطون؟ أهلا بكم. قال المتحدث باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية محمد قانونو إن سلاح الجو التابع للحكومة دمر 3 منظومات دفاع جوي من طراز بانزير في ترهونة ومنظومة رابعة في الوشكة شرقي مصراتة منذ صباح اليوم. وأضاف قانونو أن سلاح الجو وجه أيضا 6 ضربات إلى وسط مدينة ترهونة استهدفت مدرعتين وآليات مسلحة. وكأن قوات حكومة الوفاق الليبية تخوض سباقا مع الزمن لاستعادة السيطرة على غربي البلاد من قوات حفتر. تحاول عملية بركان الغضب التابعة للوفاق إحكام الحصار على قوات حفتر في ترهونة جنوب شرقي طرابلس، مع شن غارات مكثفة لقطع آخر شريان يمده بالمؤونة والسلاح. ناشطون بثوا مقاطع مصورة تحدثوا فيها عن تمكن قوات الوفاق من دخول الأصابع بعد موافقة أعيانها مع استمرار مناوشات مع مقاتلي حفتر. خسائر حفتر الأخيرة لم يعترف بها أحمد المسماري المتحدث باسم قواته، على الرغم من إعلانه الانسحاب من محاور القتال جنوبي طرابلس، ولكنه يخسر دبلوماسيا من خلال جلسة إحاطة في مجلس الأمن الدولي. أعتقد أننا قد وصلنا إلى منعطف خطير في الصراع الليبي في ظل تدفق الأسلحة والمرتزقة للجانبين. نتائج الصراع ستكون مدمرة وستزداد رقعة الصراع إذا تواصلت التدخلات الأجنبية، ويجب أن لا ندع ليبيا تنزلق لما هو أسوأ. أما المندوب الليبي في الأمم المتحدة فقد اتهم دولا من بينها الإمارات بانتهاك حظر توريد السلاح إلى ليبيا والمساهمة في قتل المدنيين. هناك دول استثمرت في زعزعة استقرار ليبيا وساهمت في دعم المعتدي عبر كسر الحظر الدولي على توريد السلاح إلى ليبيا. لقد عملت هذه الدول ومنها الإمارات على المساهمة المباشرة في قتل شعبنا بالأسلحة التي وفرتها لميليشيات شرق ليبيا. قوات الوفاق ماضية في خوض معارك تحرير الغرب الليبي من سيطرة حفتر، وخسائر قوات حفتر باتت أكثر وضوحا من ذي قبل وإن لم يعترف بها إعلامه وداعموه. وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع التركي خالوسي أكار إن الموازين في ليبيا تغيرت إلى حد كبير لصالح الحكومة الليبية عقب بدء التعاون مع قوات بلاده في مختلف المجالات. وأشار أكار إلى تواصل أنشطة التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية في ليبيا، مؤكدا أن جميع أنشطة تركيا في ليبيا معترف بها من جانب الأمم المتحدة ورئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فايز السراج. وينضم إلينا العميد طاهر الغرابلي، باحث عسكري واستراتيجي من طرابلس، مرحبا بك. يعني قوات الوفاق يبدو أنها ستواصل اصطياد الدفاعات الجوية الروسية من نوع بانزر، ما يعني تفوقا جويا، ولكن هل تبني قوات الوفاق على هذا الأمر الواقع الجديد لتقول إن موازين القوى قد تغيرت بالفعل لصالحها؟ بالتأكيد، يعني نحن نلاحظ السيطرة الجوية الآن لقوات حكومة الوفاق التابعة لحكومة الوفاق للقوات الجوية، ومن خلال الطيران المسير الذي
بالفعل يعني اليوم شهدنا تدمير عدد كبير من منظومة باتسنر، يعني أكثر من 5 منظومات اليوم تم تدميرها، 3 في ترهونة و2 في الوشكة آخرها في الساعات القليلة الماضية، و1 في سوق لحد بالقرب من طرابلس، وقبلها بيومين يعني في الوطية 2 منظومة. يعني هذه المنظومات التي تعد مفخرة السلاح الروسي الدفاع الجوي الآن يعني تدمر، وأعتقد أن التفوق الجوي الآن بدأ واضحا لقوات حكومة الوفاق. هذا التفوق لابد أن يستثمر على الأرض من خلال يعني تقدم، مثل ما لاحظنا يعني التقدم في قاعدة الوطية مؤخرا، واليوم يعني في الإصابعة ومزدى اليوم جنوب الجبل، يعني وهي يعني تغلق شريان رئيسي لخط الإمداد الذي يستعمله حفتر من خلال مدينة شويرف إلى مزدى إلى ترهونة، اليوم تم إغلاقه بالكامل من خلال القوات الموجودة التابعة لحكومة الوفاق. وأعتقد أن يعني الآن السيطرة الجوية لابد أن تستثمر الأرض، والأمور أعتقد ماشية طيب. في هذا الصدد يعني. السيطرة الجوية هي أيضا بفضل التعاون التركي الحثيث وتفعيل كل الاتفاقيات الأمنية الموقعة، كيف تنظرون إلى هذا التعاون مع الجانب التركي خاصة في هذا المجال الذي يتطلب الكثير من الاختصاص، أي توجيه الطيران المسير ضد أهداف مصوبة بدقة؟ يعني بالتأكيد يعني لاحظنا يعني خلال الأشهر الماضية يعني نتيجة هذا الاتفاق الأمني أو التعاون الدولي بين حكومة الوفاق والجانب التركي، الاستثمار واضح في مجال الطيران المسير والذخائر والأسلحة النوعية اليوم موجودة. الطيارين الليبيين بالتأكيد يقودون هذا الطيران المسير اليوم من خلال غرفة عمليات حديثة، أعتقد يعني أفلحوا إلى حد كبير في توجيه هذه الطائرات، بحيث يعني الآن يعني منظومات الباتسنر تتهاوى واحدة بعد الأخرى، وهذا يعني يكيد يعبر عن تفوق القدرة الجوية من خلال هذه الطائرات، أو التقنية الجوية من خلال الطائرات المسيرة أو الصناعة التركية اليوم يعني تعد من مفاخر الصناعات العسكرية في العالم. وأعتقد ربما يعني هناك خلل في هذه المنظومات التي بيعت لحفتر، ربما تكون ليست من نوعية جيدة أو ولكنها يعني الآن يعني بالفعل يعني آخر هذه المنظومات الآن موجودة في ميدان الشهداء، وأنا أتيت من هذا المكان الآن يعني تم جلبها من قاعدة الوطية إلى ميدان الشهداء في طرابلس، والآن يعني عرس جماهيري كبير في ميدان الشهداء احتفالا بهذه المنظومة. أريد أن أسألك أيضا، ما رأيك في المقولة التي يروج لها المعسكر الآخر معسكر حفتر من أن كل الذي يجري هو مجرد إعادة انتشار تكتيكي لهذه القوات، ما هي الحجج المضادة ضمن هذا النطاق؟ هو بالتأكيد يريد أن يهيئ يعني أقرانه بأن ربما يحدث انسحاب أو يحدث يعني هجوم على قواته وتتقهقر مثل ما تقهقرت في قاعدة الوطية، ولهذا يريد أن يهيئ الرأي العام لهذا الموضوع بالذات. وأنا أقول يعني أن قوات حكومة الوفاق بالفعل الآن يعني في جاهزية تامة للتقدم على كل هذه المحاور. هو بالتأكيد يحاول أن يعيد انتشار قواته، هذا مفهوم معروف في الناحية العسكرية والتعبوية، يريد أن يجمع قواته التي خرجت من قاعدة الوطية إلى جنوب طرابلس، يريد أن يدافع على وجوده في جنوب طرابلس، وهذا هو المعقل الأخير له إذا تهاوت ترهونة و فض النزاع عن جنوب طرابلس. بالتأكيد حنشهد يعني انسحابات كبيرة من الجنوب الليبي بصفة عامة، وربما يعني يكون القتال عنيف على الهلال النفطي وقاعدة الجفرة الجوية بإذن الله. طاهر الغرابلي الباحث العسكري والاستراتيجي حدثنا من طرابلس، شكرا جزيلا لك. ننتقل الآن إلى فقرة التواصل الاجتماعي والزميلة بدر، تفضل. أهلا بك كمال، شكرا. إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن منظمة التحرير الفلسطينية قد أصبحت في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية
والالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية أتى ردا على مخططات الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض في الضفة الغربية. هذا الإعلان أثار ردود فعل على مستوى الفصائل وبالتأكيد على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ بهذه التغريدة من الأكاديمي كمال أبو سنينة الذي قال إن الإعلان يعني أن على الجانب الإسرائيلي أن يتولى كافة السلطات في جميع أنحاء الضفة الغربية. وتساءل هل يذهب عباس وموظفو السلطة إلى بيوتهم ويستلم الاحتلال؟ زياد المصري رأى أن إعلان عباس مكرر وأشار إلى أن التنسيق الأمني مع مخابرات الجيش المحتل مستمر وكذلك التنسيق الأمني بزعم مكافحة الإرهاب مع المخابرات الأمريكية. أما عبد الله السعفين فأشار إلى أن وقف التنسيق الأمني وحل أجهزة أمن السلطة وسحب وإلغاء الاعتراف بدولة الاحتلال هي المعايير الثلاثة المطلوبة ليكون هناك أي مصداقية لتصريحات محمود عباس. الصحفي جمال دجاني كتب ورأى أن تعليق اتفاقيات السلام مع إسرائيل لا معنى لها طالما استمر التنسيق الأمني. أما المغرد دكتور صالح حسين فقال قبل عدة أيام أخذت سلطة عباس قرضا من العدو المحتل 800 مليون شيكل، فهل من يسلم اقتصاده للعدو سيتخلى عنه؟ أما محفوظ المفلحي فيقول للرئيس محمود عباس كامل الحق في انسحابه من تلك الاتفاقيات التي لم تكن أمريكا فيها وسيطا محايدا. نعود إليك كمال لاستكمال باقي الأخبار. شكرا بدر. بالفعل فقد أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات مع حكومتي إسرائيل والولايات المتحدة، وحمل محمود عباس الإدارة الأمريكية كل المسؤولية عما وصفه بالظلم الواقع على الشعب الفلسطيني وعدها شريكا أساسيا لدولة الاحتلال في جميع القرارات. وأثارت كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة ردود فعل سياسية وشعبية ركزت على ضرورة تحويل هذا الطرح النظري إلى واقع عملي. عاد الفلسطينيون لتداول الأسئلة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد خطاب الرئيس الفلسطيني الذي تضمن قرارات للرد على ضم إسرائيل الأغوار ومساحات واسعة من الضفة الغربية. ماذا يعني أن يعلن الرئيس محمود عباس من مقر الرئاسة في رام الله إلغاء اتفاق أوسلو؟ وكيف سيغير القرار شكل المسار الفلسطيني بعد ربع قرن على توقيع الاتفاق الذي أنشأت السلطة الفلسطينية بموجبه؟ إن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين قد أصبحت اليوم في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية. الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التي حضرت اجتماع القيادة الفلسطينية طالبت بترجمة قرارات السلطة عبر سلسلة من الإجراءات والخطوات التنفيذية دون ما إبطاء. المقصود بنحن في حل من هذه الاتفاقات، إذا كان إلغاء هذه الاتفاقات فليعلن، إذا كان انتهاء هذه الاتفاقات والانتقال نحو خيارات جديدة وبديلة فلتعلن، إذا كان هناك آليات معينة كما ورد في قرارات المجلس الوطني والمركزي فلتعلن. إذن تتركز المطالب على أن تترجم القيادة الفلسطينية قراراتها على أرض الواقع في تلك المرحلة الحاسمة من الصراع مع المحتل الإسرائيلي، ولإعادة كسب ثقة الشعب الذي ينتظر مواقف حاسمة تلبي تطلعاته. حالة العمومية الموجودة في البيان السياسي الفلسطيني هي تمثل مخرج للقيادة السياسية الفلسطينية من عدم الخوض في مواجهة مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، هذا من جانب. الجانب الآخر أيضا يدل أن الفلسطينيين لا يمتلكون حتى الآن الخيارات العملية لتنفيذ مثل هذه القرارات. بموجب اتفاقية جنيف الرابعة فعلى إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، احتلال في رأس أولوياته اليوم توسعة رقعته الجغرافية عبر مصادرة ونهب أراضي الفلسطينيين لصالح المد الاستيطاني.
خرج القرار من الرئاسة إذن قرار لم يجد طريقه نحو التنفيذ منذ أن اتخذ في العام 2015، واليوم تتصاعد المطالبات الشعبية والفصائلية بأن تغادر هذه القرارات مربع التصريحات نحو التجسيد الفعلي. يرى العملي العربي، رام الله. وقد قاطعت حركة حماس والجهاد اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله الثلاثاء فيما انسحب ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منه. وقال في تصريح صحفي مقتضب بأن البيان السياسي الذي تلاه الرئيس لا يستجيب للتحديات المحيطة بالقضية الفلسطينية. فلسطين في حل من الاتفاقات مع الاحتلال وأمريكا، عنوان فتح الباب أمام تساؤلات جهات مختلفة. حركة حماس والجهاد الإسلامي، الفصائل الأكبر خارج منظمة التحرير، سبقت اجتماع القيادة ومخرجاته بالقول إن المطلوب هو إجراءات عملية على الأرض. يعني حالة التشرذم والانقسام التي يعاني منها الشعب الفلسطيني جعلت من القضية الفلسطينية تسير باتجاه الانهيار في عملية دائمة ومستمرة وغير متوقفة، والأولى أن يتداعى الجميع لوقف الانهيار ثم مواجهة خطة محكمة لضم الضفة الغربية والقدس بوصفهما جزءان لا يتجزئان من إسرائيل التوراتية. من جانب آخر، الجبهة الشعبية ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية تقول إن خطاب الرئيس افتقد لبنود أساسية كانت على الأجندة، ما استدعى انسحاب ممثلها فورا. اللي بيفتقدوا هذا الخطاب بالنسبة إلنا، أولا إنهاء الانقسام. كيف ممكن نواجه صفقة القرن وإحنا منقسمين؟ هذه النقطة الرئيسية اللي تحتها بتيجي كتير استحقاقات. النقطة الثانية المقاومة، معركتنا المفتوحة مع الاحتلال، لأنه فتح كل يعني كل صراعه معنا مستمر ولا يوم توقفوا. الآن الذروة في التطبيق وبكل وقاحة، وتوحدوا الحزبين الصهيونيين علينا. تضيف خلافات الفرقاء حملا ثقيلا على المواطن الفلسطيني، يلمسون مسار المحتل الذاهب لالتهام مزيد من الأرض، بينما تغيب الرؤية العملية في مسار الرد الفلسطيني رسميا وفصائليا. تختلف الفصائل الفلسطينية على آليات مواجهة المخاطر المحدقة بقضيتهم، وفي مقابل هذا الاختلاف ثمة اتفاق شعبي على ضرورة إقرار سياسات مشتركة توقف حالة الانهيار التي تتسبب بها ضغوطات الاحتلال المستمرة. باسل خلف، التلفزيون العربي، قطاع غزة. وفي أول رد فعل أمريكي على إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس إيقاف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن تأسف للإعلان الفلسطيني، مشيرا إلى أن إسرائيل تعاملت بإيجابية مع رؤية الرئيس ترامب للسلام، وهو ما يجب أن تحذو حذوه السلطة الفلسطينية. رأينا إعلان الرئيس عباس وكنت على تواصل مع فريقنا هناك، ونأمل أن تستمر اتفاقيات الأمن التي قمنا بها هناك من أجل الحفاظ على سلامة وأمن الإسرائيليين والفلسطينيين. لذا لست متأكدا من خلاصة تصريحه، ولكنني محبط أنه قرر رفض هذه الاتفاقيات. لقد أسسنا لرؤية واضحة لكيفية تحقيق السلام. صرح المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في جلسة لمجلس الأمن أن إعلان القيادة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقات السابقة ليس سوى مناشدة للمساعدة ومطالبة للتحرك الدولي الفوري. وأضاف أن على إسرائيل التراجع عن تهديداتها بضم أجزاء من الضفة الغربية، وأن الضم محظور بموجب القانون الدولي. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن في حفل تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن حكومته ستسعى إلى ضم المستوطنات في الضفة الغربية. دعت الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن إسرائيل إلى الامتناع عن أي عمل أحادي يؤدي إلى ضم أي أراض فلسطينية محتلة، مؤكدة تمسكها بالقانون الدولي وحل الدولتين. وأعلن سفراء بلجيكا وبولندا وإستونيا وألمانيا وفرنسا في بيان مشترك أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن تؤكد تمسكها بعد بحل الدولتين
الطريق الوحيد إلى السلام والاستقرار في المنطقة بناء على القانون الدولي، وأكدت أنها لن تعترف بأي تغيير في حدود عام 67 إلا إذا كان متوافقا عليه بين الفلسطينيين والإسرائيليين بناء على حل الدولتين والقدس عاصمة للدولتين. وينضم إلينا محمد الحوراني القيادي في حركة فتح من رام الله، مرحبا بك. لسنا ندري إن كان مساء الخير إن كان بقية العالم، وأقصد الشريك الأوروبي والشريك المتبقي الأمريكي، قد التقطوا جميعا رسالة الرئيس محمود عباس في خطابه يوم أمس، فهو يفرق جيدا بين أن الدولة الفلسطينية ومنظمة التحرير في حل من الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل وليس السلطة الفلسطينية. هل هذا هو المخرج الذي وجده الرئيس محمود عباس للخروج من هذا المأزق؟ الخطوة التي أعلنت بالأمس في الواقع هي أكبر بكثير مما يبدو، والأمر يتعلق منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية. نعم، الآن منظمة التحرير لها صفة أخرى، وهي قادرة، وهامش حركتها بالتأكيد أوسع. أهم ما سمع بالأمس هو وقف تنسيق الأمني ووقف العمل بأي اتفاقيات لا يرى الفلسطينيين مصلحة لهم فيها، خصوصا وأن الجانب الإسرائيلي عمليا قوض ودمر أي مسار سياسي وأي اتفاقية. هذا ينطبق مع الجانب الإسرائيلي كدولة احتلال ومع الإدارة الأمريكية التي كان هناك معها تفاهمات شفوية بألا يلجأ الفلسطينيين إلى بعض المؤسسات الدولية، ومنها طبعا محكمة الجنايات الدولية، على أساس أن هناك كان مسارا سياسيا ترعى إدارة ترامب السابقة، إدارة أوباما السابقة. الآن على ضوء الحلف القائم لتنفيذ سياسة احتلالية خطيرة، أعلن هذا الموقف الفلسطيني، ولاحظ رد بومبيو اللي يقوم على كثير من التضليل كأنه مرجعية أو صفقة القرن الخاصة بترامب هي المرجعية الدولية الجديدة، بينما العالم كله كما تلاحظ يعيد التأكيد على محددات الموقف الدولي وحل الدولتين وقرار الشرعية الدولية. هذا بما في ذلك أكثر من 220 عضو كونغرس، بما في ذلك بايدن المرشح للحزب الديمقراطي. أي أن هذه السياسة وإن كانت وراءها دولة عظمى مثل أمريكا هي معزولة دوليا. طيب، واضح أن الرئيس محمود عباس قد ترك مجالا عندما لم يشرك السلطة الفلسطينية أن تكون معنية بهذا الحل من كل الاتفاقات، لكن عمليا أريد أن أطرح عليك سؤال: ما الذي يعول عليه بالتفصيل الممل محمود عباس من الشريك الأوروبي المتبقي فلنقل؟ ولكن دعني أوضح موضوع السلطة. الفلسطينيين أعلنوا أن السلطة تستمد شرعيتها من انتخابات جرت مرتين، أي من إرادة الشعب الفلسطيني، وليس بالضرورة أن تستمد شرعيتها من أوسلو. هذا مهم جدا، وعندما نقول التنسيق الأمني ووقفه هذا شيء يتعلق بالسلطة أصلا، وهو ما يجب أن يقف فورا ولتذهب الأمور إلى حيث ذهب. طيب، ولكن بقية الفصائل الفلسطينية تنازع فتح ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في هذا النطاق، قصة الشرعية وتمثيلية السلطة الفلسطينية. على الشعب الفلسطيني ليس قبيلة تائهة يبحث له عن ممثل، منظمة التحرير ممثل الشعب الفلسطيني التي دفع تحت رايتها عشرات آلاف الشهداء والجرحى وأكثر من مليون أسير. أي أنها ليست حالة يعني شبحية قامت هكذا من العدم، إنما من تراث وعمق روح الشعب الفلسطيني. الآن حتى لو كان في هناك، بالمناسبة ما تفضل به تقريركم حول ما يعني موضوع مندوب الجبهة الشعبية، أصلا البيان المتفق عليه تناول القضيتين المتعلقتين باستعادة الوحدة الوطنية، وهذا أمر يتعلق من بين أطراف بحماس أيضا التي تحكم قطاع غزة، واثنين المقاومة، هي حق مشروع، هذا شيء يعني لا يخبئ الفلسطينيين بل يمارسوه على الأرض، لكن ربما ليس مطلوب من الرئيس تحديدا هو أن يعلن هذا. الرئيس ما أعلن أنا بعتقد هو خطوة كبيرة، السؤال المطروح بخصوصها كيف تنفذ؟
محمد الحوراني القيادي في حركة فتح حدثنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. أفاد مراسلنا باستمرار طائرات التحالف الإماراتي السعودي في شن غاراتها الجوية على مواقع للحوثيين في محافظات يمنية مختلفة. الغارات وفق مصادر محلية استهدفت مواقع في كل من مديريات برط العنان وخب والشعف وبمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن، في حين استهدفت غارات مماثلة مواقع في مديرية مجزر بمحافظة مأرب شرقا، ونفذت طائرات التحالف غارات أخرى على مواقع للحوثيين في منطقة قانية بالبيضاء وسط البلاد. ونتابع بعد الفاصل. فيروس كورونا يكسر حاجز 5 ملايين مصاب في مختلف أنحاء العالم. أهلا بكم من جديد، وهذا تذكير بأبرز العناوين. ليبيا حرب مستعرة، قوات الوفاق تعزز انتصاراتها بتدمير المزيد من منظومات الدفاع الروسية، فهل تحسم طرابلس معركتها ضد حفتر؟ قد أصبحت اليوم في حل. فلسطين تنتفض ضد الضم، عباس يعلن أنه في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل وأمريكا، وردود فعل دولية مؤازرة للقضية، فهل يرجح العالم كفة الفلسطينيين؟ ونصل إلى فقرتنا المغاربية والزميلة ريما، تفضل. شكرا كمال. ألقى الحجر الصحي الناجم عن فيروس كورونا بظلاله على التعليم في دول المغرب العربي، حيث أغلقت المدارس والجامعات لفترة طويلة خشية تفشي الوباء، وتباينت دول المغرب العربي في التعاطي مع هذه الجائحة، حيث قررت الجزائر والمغرب إنهاء العام الدراسي، وما تزال موريتانيا وليبيا متذبذبة بشأن مصير العملية التربوية، فيما دشنت تونس تجربة التعليم عن بعد رغم اعتراضات الكادر التعليمي على ما وصفها بالإخفاق في هذا المضمار. فيروس كورونا فرض واقعا تعليميا جديدا، كما فرض واقعا حياتيا مختلفا. أصبح التعليم عن بعد وعبر منصات تلفزيونية وافتراضية. قد تفضل الأجيال الحديثة التي تجيد التكنولوجيا الوضع المستجد، وقد يفتقد بعضهم الأجواء التعليمية الطبيعية وتشكو المدارس الفراغ، لكن الوباء في كل الأحوال فرض آثاره على عملية التعليم في دول المغرب العربي. فالتدريس الإلكتروني والتلفزيوني يلاقي انتقادات للطريقة التي اعتمدتها وزارات التعليم، والفرص غير متكافئة في التعليم عن بعد بالنسبة لتلاميذ الريف والقرى، فهي معزولة عن شبكات الإنترنت ولا تمتلك أجهزة حاسوب، واستقرار الإمداد الكهربائي رفاهية مبتغة. تونس اختارت أن تكون تعليماتها واضحة منذ البداية، وحددت عودة الدراسة لفصول دراسية بعينها في تاريخ قريب بينما تؤجل أخرى. الجزائر جمدت العام الدراسي وألغت امتحانات شهادة التعليم الابتدائي، والانتقال أصبح يتم باحتساب المعدلات. المغرب ورغم استراتيجيته في التنمية وتطوير التعليم الإلكتروني وتعميمه أجل الدراسة بالكامل في جميع المراحل حتى العام الدراسي المقبل وألغيت الامتحانات. في ليبيا العودة التدريجية ستكون للشهادتين الإعدادية والثانوية، تليهما مراحل التعليم الأساسي وفق الوضع الوبائي للفيروس. أما موريتانيا فبدأت بتغيير عملية التدريس بتقديم دروس على القناة التلفزيونية التابعة للدولة. اقتصرت على السنوات النهائية من مراحل التعليم الابتدائي والثانوي. فهل سيطول الواقع الجديد ويظل واقع التعليم مرتبكاً ينتظر اندثار الوباء؟
ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا السيد سالم بولبابة، أستاذ تعليم ثانوي في وزارة التربية من تونس. سيد سالم، أهلا بك. ما الذي كشفته هذه الجائحة بالنسبة للمنظومة التعليمية في دول المغرب العربي، وما انعكاساته أيضا على مستقبل قطاع التعليم في هذه الدول؟ شكرا لك ومساء الخير أخت ريما. طبعا هذه الجائحة، جائحة كورونا، كشفت من جديد هشاشة البنية التحتية هنا على مستوى، خاصة المستوى التعليمي، وعدم إمكانية مثلا في الحالات الطارئة والاستثنائية، عدم إمكانية الاعتماد على التعليم عن بعد. لذلك يعني في تونس مثلا، ورغم أن هذه الطريقة تم اعتمادها طوال فترة الحجر الصحي في تونس، وكان هناك تواصل تقريب يومي بين الفصول الدراسية جميعا، التلاميذ يعني وأساتذتهم، سواء عن بعد يعني عبر الانترنت، أو كذلك حتى عبر يعني المنصة التي أطلقتها وزارة التربية لفائدة يعني خاصة الأقسام النهائية في تونس، وهي يعني السيزيام والنوفيام والبكالوريا، يعني المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية، نهاية المرحلة الثانوية. لكن في النهاية كشفت أن هذه الوسيلة يعني غير فعالة، ولا تحقق المساواة في التحصيل العلمي والمساواة في الفرص بين جميع التلاميذ، سواء يعني تلاميذ المدن أو الريف كما جاء في التقرير، أو حتى كذلك بين الفئات الضعيفة والفئات المرفهة. طب سيد سالم، بالنسبة لقرار وزارة التربية عودة الدراسة لفصول دراسية معينة، ما رأي الكادر التعليمي في هذه الخطوة، وهل هي مجدية قبل أشهر من انتهاء العام الدراسي؟ نعم، في تونس أختي العزيزة حصل حوار كبير وحوار جدي بين وزارة التربية والطرف النقابي. الطرف النقابي في تونس، نقابة التعليم الثانوي ونقابة التعليم الأساسي، أطراف قوية جدا داخل الساحة النقابية والسياسية في تونس، وحتى كذلك الساحة طبعا التعليمية. ووزارة التربية بالاشتراك مع نقابات التعليم قامت بإعداد رزنامة لإنقاذ السنة الدراسية، وتم التوافق حولها يعني بين وزارة التربية وهذه الأطراف النقابية لتوفير أقصى شروط السلامة وضمان إنقاذ السنة الدراسية. لذلك تم الاعتماد مثلا على إنهاء السنة الدراسية بالنسبة لمختلف الفصول، والإبقاء فقط على المناظرات الوطنية. يعني تم اعتماد مثلا هنا بالنسبة لكافة فصول التعليم على الارتقاء، اعتمادا على التحصيل. طبعا في تونس هناك التعليم، هناك ثلاثة ثلاثيات، ثلاثي أول وثاني وثالث، ثلاثة معدلات يعني. تم الاكتفاء بالمرحلة الأولى والثانية لاحتساب المعدل للارتقاء، ولكن تم وإنهاء السنة الدراسية بالنسبة لهذه المستويات، لكن تم طبعا الإبقاء على إجراء المناظرات الوطنية. ويوم إذن الإبقاء على إجراء المناظرات الوطنية، لكن يعني هناك قرار بإنهاء العام الدراسي لكل الفصول. نعم، بالنسبة لكل المستويات الأخرى تم إنهاء السنة الدراسية، وتم الإبقاء فقط على المناظرات الوطنية. مناظرة البكالوريا أو مناظرة يعني ختم التعليم المرحلة الثانوية، هذه طبعا سيقع استئناف الدروس لمدة شهر لتلافي ما بقي من البرنامج الدراسي، وكذلك نعم شهر فقط، من 27 ماي إلى 27 جوان الجاري القادم يعني، وطبعا بعد العيد يعني بعد عيد الفطر المبارك، لمدة شهر فقط. ثم ستجرى يعني امتحانات البكالوريا يوم 8 جويلية القادم. بالنسبة يعني هنا، وهذا كشكل من أشكال، ولكن تم اتخاذ إجراءات صحية يعني حذرة جدا بين وزارة الصحة ووزارة التربية، في سبيل هنا تم تقريبا إجراء احتياطات صحية للتلاميذ، للكادر التدريسي، للإطار التدريس. سيتم تعقيم كافة الأقسام، سيتم إمداد التلاميذ بوسائل الحماية، سيتم الاقتصار هنا في الفصول الدراسية على عدد لا يتجاوز
12 تلميذ 12 تلميذا سواء في التدريس او حتى اثناء اذا اجراءات وقائيه كما ذكرت سيد سالم حتى يكون هناك لجميع الطلاب والكادر التعليمي خلال شهر فقط من قبل انتهاء العام الدراسي لصفوف معينه. شكرا جزيلا لك من تونس سالم بلبابة استاذ تعليم ثانوي في وزاره التربيه. قال وزير السياحة في تونس محمد علي التومي إن الدولة ستخصص 500 مليون دينار للمؤسسات التي تراجعت قيمة معاملاتها بمقدار 25% من شهر مارس أو 40% في شهر أبريل هذا العام مقارنة بالسنة الماضية، وذلك على شكل قروض لتمكينها من تجاوز الأزمة. الدولة وفرت الليند كريدي ب 500 مليون دينار من جمل من أصل المبلغ بتاع 1500 مليون دينار بضمان 100 مليون دينار عن طريق سوديكار للمؤسسات اللي بعد تو نحكيو على لي ديتاي اللي باش تضمن بقاء أجورها والعاملين فيها موجودين. المؤسسات شكون المعنية بالكريدي هذوما؟ هما المؤسسات اللي سجلت خلال شهر مارس في 2020 تراجعا في رقم معاملاتها شيفر دافير نتاعها مقارنة بنفس الشهر من 2019 ب 25% والا في شهر افريل ب 40%. يعني اللي عمل بيس دو شيفر دافير اونتر مارس 2020 مارس 2019 دو 25% والا او 40% اونتر افريل 2020 وافريل 2019. والان نعود الى بقيه الاخبار مع كمال. شكرا لنا. قال مسؤولون أفغان إن مسلحين قتلوا 14 شخصا في هجومين منفصلين بأفغانستان، كما استهدفت حركة طالبان نقاط تفتيش موالية للحكومة شمال شرقي البلاد، وهو ما أسفر عن مقتل 9 من رجال الميليشيات. جاءت الهجمات بالرغم من دعوات الأمم المتحدة المتجددة إلى إنهاء العنف، وفي وقت شرع فيه مبعوث واشنطن الخاص للسلام زلماي خليل زادة في جولة أخرى من المحادثات مع طالبان للضغط عليها لبدء المفاوضات مع القيادة السياسية الأفغانية التي أنهت خلافاتها في كابول. ونعود مجددا إلى مواقع التواصل الاجتماعي والزميلة بدر. تفضل. أهلا بك كمال. احتجاجات وأعمال شغف في منطقة بإمارة أبوظبي والسبب عدم دفع الرواتب المستحقة لعدد من العمال. فيديو تداوله الناشطون وقالوا إن عمالا في شركة سواعد القابضة في منطقة المصفح داخل المنطقة الصناعية في أبوظبي احتجوا على عدم استلامهم رواتبهم منذ 3 أشهر. تداول المغردون أنباء عن اعتقال عدد من المحتجين. تأثير كورونا لم تسلم منه الإمارات كحال غيرها من الدول، فهناك شركات سرحت عددا كبيرا من الموظفين مثل شركة الاتحاد للطيران التي سرحت مئات العاملين خلال مايو الجاري. وعن ردود الفعل على احتجاجات العمال تساءل أحمد الجهرمي أين وزارتي السعادة والتسامح؟ أما الدكتور محمد الحميري يقول لماذا تخلت الإمارات عن برنامج رسم الابتسامات المزعوم؟ أيوب النام يقول أموال الإمارات راحت لحفتر من أجل تدمير ليبيا. أما زياد فيقول بتخيل مش من الأخلاق إنهم يكسروا ويخربوا ممتلكات الشركة بسبب الرواتب. وأما عبد القادر يقول يتجبرون على الغلابة العمال بتأخير أجورهم ولا يتورعون عن شراء أسلحة بملايين الدولارات لزرع الفتن في بلاد العرب فقط لاسترضاء ترامب والصهاينة. وأخيرا علق نضال قائلا وين غيث الإماراتي؟ قصتنا الأخيرة من مصر، حيث ضجت مواقع التواصل بصرخة سيدة مصرية أطلقت عبر فيسبوك. السيدة قالت إنها وزوجها وطفليها يتعرضون للتنمر والسبب إصابتهم بفيروس كورونا. انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنداء الاستغاثة الذي أطلقته السيدة عن المعاملة السيئة التي تتعرض لها من قبل الجيران في منطقة المعادي في مصر. دعونا نشاهد هذا الفيديو سويا.
كان مستشفى عباسية، ولما رجع لقيت الناس تحت عاملة تجمهر واتكلموا معانا بطريقة غير لائقة. نزلوا لي الأشعة، نزلوا لي الحاجات عشان يشوفها وكأننا عاملين جريمة. من بعدها بطلب السوبر ماركت عشان أطلب حاجات، الولد بيقول لي انتوا الشقة اللي عندها كورونا الصيدلية ما بقاش في حد بيرضى يطلع لنا دلوقتي، وكل الشارع كله عارف ان احنا عندنا كورونا وبتعامل مع ده على ان هو ان احنا حاجة يعني جربة. لقي هذا الفيديو تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فمثلا منال تقول العيب مش على الجيران، العيب على الصحة. لما كانوا بيعرفوا انه في شخص اتصاب بيروحوا له لبيته بزفة عربيات اسعاف. احمد اشرف رأى ان العائلة يجب ان تنقل لاحد مشافي العزل ولكنها في المنزل بسبب عدم وجود مستشفيات. اما سوزان جمال فاعتبرت ان الكل معرض للاصابة ولا بد من احترام حق الجيرة. محمد بندو يقول يا جماعة دي لازم تتحجز عزل هي والعائلة في مستشفى حجر، دي لازم يجيلهم إسعاف الحجر. أما التغريدة الأخيرة فهي من نرمين سليم تقول أين وزارة الصحة والنائب العام، فين الداخلية وفين الدولة لإنقاذهم، رحمتك يا رب. نعود إليك كمال، وبالفعل التنمر الذي يتعرض له مصابو الفيروس مؤثر جدا بالفعل بدر، وكان على هذه السيدة أن تكون رهن الحجر الصحي في نهاية المطاف. صحيح. شكرا بدر. شكرا. أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا وما يزيد عن 1490 إصابة خلال 24 ساعة، وتجاوز بذلك إجمالي عدد الإصابات في قطر 37090 إصابة منذ بدء انتشار الفيروس، في حين بلغ عدد المتعافين خلال 24 ساعة 966 شخصا، ليصل إجمالي المتعافين إلى أكثر من 6600 شخص. وقالت الوزارة في بيانها اليومي إن ارتفاع عدد الإصابات يعود إلى عدم التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية وأهمها التباعد الاجتماعي. في السودان أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 وفيات، 3 منها في الخرطوم، و137 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل مجمل عدد المصابين بالفيروس إلى أكثر من 2700 إصابة، وعدد الوفيات إلى 111. من ناحية أخرى أشارت وزارة الصحة إلى وجود خطة للتوسع في الفحص المخبري للحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، إذ لا يظهر التقرير اليومي العدد الحقيقي للحالات. خلفت الحرب الدائرة في سوريا آلاف الإصابات ومن هم بحاجة إلى رعاية صحية ونفسية، ومع تفشي وباء كورونا في دول الجوار قلت التبرعات لمثل هذه المراكز التي باتت مهددة بالإغلاق وإعادة من فيها إلى حياة التشرد من جديد. نهاره يبدأ من تفقد النزلاء في هذا المركز. الأستاذ نزار الرجل الستيني المتقاعد عن التدريس قرر أن يجمع كبار السن ومصابي الحرب وممن تقطعت بهم سبل العيش في هذه الدار. محبته لمن هو في عمره وطعنته الأقدار فأردته عاجزا يناجي من يعطف عليه بشربة ماء أو جرعة دواء هي ما دفعت به لينذر نفسه في خدمة هؤلاء. لطالما شغلت باله تكاليف هذا العمل الخيري وطريقة جمع المال اللازم من الخيرين. من حالفه الحظ وحظي برحلة للعلاج خارج هذه الدار فقد كتبت له النجاة، فالدار اليوم باتت مهددة بالإغلاق بعد انقطاع الدعم عنها، فتداعيات كورونا لم توفر الأصحاء حتى ترحم العاجزين. نعتمد على أشخاص وأفراد خيرين يقدمون الدعم لهذه الدار التي باتت مهددة بالإغلاق بسبب تعطل أعمال التجار الذين كانوا يتبرعون للدار وبسبب مرض الكورونا. التقينا أبو جمال أقدم من تبقى في هذا المأوى، 3 سنوات قضاها في هذه الدار.
أفقدته الحرب أفراد عائلته إلا من ولدين صغيرين، تقاذفتهم أمواج الحياة في الحرب فوصلا إلى هنا لعلهما يكونان لوالدهما متكئا ونصيرا. إذا بدي يجيب لي أكلي يجيب لي ابني، إذا بدي يمسح لي تمي ابني، إذا بدي يلبسني قميص هو ابني، كله ابني. إذا بدي يشيل الصحن ابني، إذا بدي يعطيني أنية الماء أشرب كمان ابني، كله هو. هدول اللي بابلكم بالحياة بس ولادي. الآلاف ممن فقدوا عائلاتهم وبعضهم أكلت القذائف أطرافهم، وجدوا في مثل هذه الدار مكانا تسكن فيه النفس مع فقد الأهل والأحبة. وأكثر ما يخشاه القائمون على هذه المراكز أن يغلق آخر أبواب الرحمة بوجه هؤلاء المستضعفين. يبدو أن دار السلامة هذا لن يسلم ومن فيه من تداعيات كورونا. 20 شخصا لو غادروا هذه الدار لن يكون أمامهم إلا العودة إلى حياة التشرد والضياع. قحط مصطفى العربي، شمال حلب. ارتفعت أعداد العاطلين عن العمل في بريطانيا إلى أكثر من 2 مليون شخص يعيشون على إعانات تقدمها الدولة، ويخشى اقتصاديون أن تتضرر سوق العمل أكثر مع احتمال عجز عدد كبير من أصحاب الأعمال الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة على استئناف النشاط بعد رفع قيود الحظر الصحي. يعزف جيرزي أمام الصراف الآلي وهو يعرف أن عزفه سيطول، سيصل الصيف بالشتاء. شردته كورونا، يقتات من جنيهات المحسنين. أما حصوله على وظيفة فذاك حلم، ليس بسبب تقدمه في العمر بل لأن طابور العاطلين عن العمل في بريطانيا قد تحول إلى جيش. أكثر من 2 مليون شخص فقدوا وظائفهم في أتون الحرب المستمرة على كورونا. لم يسبق لبريطانيا أن شهدت وضعا أسوأ من هذا باعتراف وزير المالية ريتشي سوناك. والأزمة تكبر مع انكماش الخدمات والمبيعات إلى أكثر من 5%. شركات كبرى بدأت تسريح الموظفين. رولز رويس مصنعة محركات الطائرات ضحت 9,000 وظيفة، وقبلها ألغت الخطوط الجوية البريطانية 12,000 وظيفة. الخوف الأكبر عندما يتوقف البرنامج الحكومي في أكتوبر المقبل عن سداد 80% من رواتب الموظفين والعمال المتوقفين عن العمل مؤقتا بسبب الحجر الصحي. اقتصاديا هم عاطلون عن العمل وإن كانوا غير مدرجين على قوائم البطالة، هم مشروع فقراء جدد بسبب الوباء. في ويمبلي وتاور هاملت وغيرهما من بلديات لندن الفقيرة قد يبدو الحال أفضل بكثير من مدن شمال إنجلترا التي لم تتعافى بعد من أثر الركود الاقتصادي العالمي منذ 2008. شركات كثيرة على حافة الإفلاس. من دون تقليل أعداد الموظفين ربما لن تعود إلى النشاط مجددا بعد رفع الحظر. المصائب لا تأتي فرادى. انفجرت أزمة كورونا وتشظت انعكاساتها في وجه حكومة بوريس جونسون. بات بطل بريكزيت حائرا يصارع على جبهتين في آن واحد، إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومعالجة ندب الفيروس على الاقتصاد. صابر أيوب، العربي، لندن. الساعة الأخيرة انتهت، شكرا على حسن الانتباه والمتابعة. ننهيها كالعادة بكاريكاتير اليوم لنتابع.